النهارده هنعمل عيش الافران الطري ده بمكونات بسيطه جدا. الكميه دي كلها بكوبايه ونص من الدقيق، عليها بقى معلقه كبيره لبن بودر، ومعلقه صغيره خميره، ومعلقه صغيره سكر، ونص معلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من الزيت. ونزلت عليهم بنص كوبايه من الميه الدافيه تدريجيا. هعجنهم كويس لحد ما تتكون معايا عجينه ناعمه بالشكل ده ما بتلزقش. دهنت البوله زيت وحطيت فيها العجينة وغطيتها في مكان دافي لحد ما تخمر ويضاعف حجمها وتبقى بالشكل ده. هبدأ بقى أشكل العجينة على سطح مشوش بالدقيق. كده خلصت الكمية كلها وعملت الحجم الصغير ده، بيبقى لذيذ جدا مع سندوتشات الفول والطعمية. سخنت الطاسة كويس وحطيت عليها العيش على كل جنب 5 ثواني لحد ما يتشمع، وبقلبه على الجنب التاني لحد ما يستوى وينتفخ. الحجم الصغير ده حطيت اكتر من واحدة في الطاسة عشان كده ما بياخدش معانا وقت خالص وبيخلص بسرعة. كده خلصت الكمية كلها، تقدروا حضراتكم تضاعفوا الكمية لو حابين. عيش اقتصادي بمكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت وطعمه حلو جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش تعملولي لايك. وبالهنا والشفا.